السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع ألغاز وتحديات، ومع لعبة العدد المجهول. إذا انوي عددا، اضربه في أربعة، أضف إلى النتيجة 15. أضف إلى النتيجة العدد الذي نويته، اقسم النتيجة على خمسة، انقص العدد الذي نويته، أضف واحدا إلى النتيجة التي حصلت عليها، ستحصل على عدد. هذا العدد هو أربعة. إذا انوي عدد كيف ما كان، طبق هذه القاعدة، ستحصل على عدد أربعة. أو يمكنك أن تختار إنسانا وتقول له انوي عددا، وتقول له اضربه في أربعة، أضف إلى النتيجة خمسة، وهكذا في الأخير سيحصل على أربعة. إذا تمعنوا في هذا اللغز واكتشفوا سره، فإنه لغز رائع وجميل. إذا نعيد، انوي عددا، اضربه في أربعة، أضف إلى النتيجة 15، أضف إلى النتيجة العدد الذي نويته، اقسم النتيجة على خمسة، انقص العدد الذي نويته، أضف واحدا إلى النتيجة التي حصلت عليها، ستحصل على أربعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.